هل مكونات الكرتونة دي اتغيرت مع تغير الأسعار، ولا يعني انتوا برضو بتستفيدوا من الأسعار المخفضة اللي بتقدمها الدولة في شوادر كتيرة او كده؟ خليني اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا فعلا. الحقيقه الجامعات الاهليه كان عندها ميزه ان هي ما بتتعاقدش على المواد الغذائيه قبل رمضان بشهر او باسبوعين، احنا بنتعاقد على المواد الغذائيه قبلها بشهور، كويس. وبالتالي استفدنا الحمد لله من قبل زياده الاسعار. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان المبادره الرئاسيه حياه كريمه بتوفر عن طريق الجهات الكبرى في الدوله سواء قوات مسلحه الداخليه اسعار مخفضه جدا حتى للي طالب دلوقتي مواد غذائيه، ففي تنسيق الجهود ده برضه اذا واحده قادرين كل واحد يقول هو عنده ايه في المخازن في من خلال 4 أو 5 شهور بالتنسيق مع وزاره التموين، بالتنسيق مع كل التجار او الشركات الكبيره اللي يمكن بتتبرع كمان بمواد غذائيه للجامعات اللي بتعبي وبتشتغل في الكرتونه رمضان. فاحنا كان عندنا الحمد لله مخزون من فتره. الميزه الاخرى ان احنا كمان التنسيق الاسعار او توحيد الاسعار اللي بنعملها مع التجار والشركات بيدينا فرصه اقوى ان احنا كتله كبيره بنطلب 3 صح. مليون كرتون. مظبوط. فبتطلب كميات كبيره فتقدر تاخد سعر افضل. مظبوط يا فندم. كمان بالاستمرار زي ما حضرتك اشرتي ان الجامعات كمان اللي موجوده هي ما بتستمرش في رمضان فقط، احنا مستمرين طول العام في بنك الطعام على سبيل المثال بيشتغل تغذية مدرسية وبيشتغل مساعدات الأسر الغير قادرة أو المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي احنا عندنا دلوقتي الضغط أو الوسيلة نستمر بنفس الأسعار، نثبت أسعار، وده الحقيقة اللي طلبناه من القائمين على التحالف والمشرفين على هذا المشروع الضخم، ان احنا كمان عندنا احنا هنشتغل بكمعات عليها أعضاء التحالف في 30 ألف وحدة سكنية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة سكن كريم.